General Adam Frank, the military governor. In the name of the Queen and the British government, is speaking with you. انت هنا ضيف على ارض مصريه. لما تحب تتكلم معايا اتكلم معايا بالعربي. General Adam. بتقول انك القنصل العسكري باسم الحكومه البريطانيه. انا بقى كظابط مصري ما بعترفش باي حاجه من غير وزير الداخليه وبس. ابن اختك عندنا هنا وبيتعامل معامله ادميه لحد ما يتعرض على المحكمه ويتحكم عليه بالاعدام. بتهمه القتل واغتصاب عذراء. وانا مش عايز اضطر انفذ الحكم من غير محكمه. اسمعني كويس. انا جنرال ادم فرانك وانا عايش في مصر وانت لسه عيل صغير وبقول لك اللي انت بتعمله ده مش هيتسبب الا في موتك وموت كل رجالتك. وزي ما انا خايف على ابن اختي اللي سايب اهله في البيت لوحديهم وخصوصا اذا كانوا حريم لازم يخاف عليهم. معاك ساعة واحدة بس. زي ما بقولك كده يا سعادة البيه، أنا أعرف أخرج من هنا وأروح لهم. أنط من ورا الاسم. أنا كده كده كنت أهرب بالليل أصلا الصراحة. يعني عملوا فيك زي ما عملوا في عزيز. أنا مش عزيز، أنا عصفورة والعصافير بتطير. بس هما يوصلوا أسرع منك، هما بيتحركوا بعربيات. يا بيه بقول لك العصافير بتطير، والمكان اللي سعادتك وصفتهولي بتاع بيتك الطريق بتاعه ضيق، يعني مش هيعرفوا يمشي فيه بسرعة. أنا من سطوح لسطوح أوصل أسرع. يلا بقى إحنا كده بنضيع وقت. يوسف بيه خلينا أروح معاه. طيب آخر مرة نطيت من على المواسير إمتى؟ ما بينطش، يبقى أروح لوحدي. ماشي عصفور، روح. عصفورة لما تشوف نوال قول لها أنت نكدية زي أمك. ولما أشتمها مش تزعل؟ يا غبي افهم، لما تقول لها كده تعرف أنت جاي من طرفي. كنت ناوي اديها لحبيبتي بس مش هلحق. حاول ما تموتش. هحاول على قد ما اقدر. صالح ما تخرجش تتحرك لما يسمع مزيكا. تمام بسرعه. بقولك يا زوبر، انا عارف انت خلاص نويتي التوبه، بس معلش انا هطلب منك اخر طلب بعدين توبي براحتك. ايه يا دولة الباشا ليك يا اخويا نفس تعمل حاجه في الظروف اللي احنا فيها دي؟ ده الدنيا كلها احباب وهم وغم، ملياش نفس افرح حد. Peter, the officer's address is in the file. Send some men to bring his sisters without any harm. And to be sure, do it yourself. You, come with me. Thank you.
They are underestimating us. Or he's trying to distract us while he tries something else. Till now, I don't know what he's thinking. Anyway, secure the door. You heard the general! Hold your positions! Prepare yourself! ست نوال بتقول لك هي نكديه زي امها بس قلبها ابيض برضه زي امها. هما دلوقتي عند ناس قرايب. الحمد لله. هو في مشاكل في العيله؟